البارحة جيروم باول قرر وقف الزيادات بالفائدة اللي صالح 10 أشهر، وهاي المفروض تكون إشارة ممتازة للأسواق، لأنه لما تجمعها ويا الهبوط بالتضخم يعني إحنا بالطريق الصحيح، السوق لازم يتفاعل بإيجابية وياه، ولازم كل شيء صعد. بس السوق كله نزل، بيتكوين هارد جولة 25,000 دولار. زين شنو القصة؟ ليش؟ تفاصيل صغيرة بالموضوع، فخلي أسولف لكم عليها، أسولف لكم شنو القصة، شنو تأثير هذا مستقبلا بعد الفاصل. Why don't we change everything? The system doesn't need an update. It needs a rewrite. اوكي اكس من اكبر منصات الكريبتو بالعالم، الثاني بالاحتياطي وثاني بحجم التداول، والان يعني هي الاولى بعدد الكريبتو اللي تدخلها. اخر شهر دخلها 640 مليون دولار، بينما بايناس طلعت من عندها 3 مليارات. اذا تشتركون بها الان عندكم هديه صندوق لما تسجلون، وصندوق اخر لما تودعون اكثر من 50 دولار. هاي صناديق بها جوائز مختلفه توصل الى 10,000 دولار، بس لازم تشتركون من الرابط الموجود عندي بالديسكربشن. زين هسه نجي على سبب الهبوط الغريب البارحه مع الاخبار اللي مفروض تكون ممتازه. قبل يومين شفنا تضخم نازل 4% من 4.9 تقريبا نقطه نازله، هذا المفروض يكون ممتاز. بس السبب اللي نزل التضخم بهذا الشكل، اللي هو مو كل شيء يعني ما يقيس لك كل شيء، بس نسبه معينه من السلع والخدمات، هو هبوط سعر برميل النفط. قبل سنه كان 110 دولار، الان 68، يعني تقريبا نص السعر، يعني هبوط كبير. بس بغير اشياء سلع مواد غذائيه وملابس وهاي ما نازل، قسم من عدا صاعد. بعدها اجى موعد الاف او ام سي واجتماع جيروم باول، اللي اجتمعوا مجموعه مختاره من الولايات وياخذ برايهم ويقرر هو شو يسوي بالنسبه للفائده بناء على الاجتماع. اخر 10 اشهر كان يصعد الفائده، وصلها الى 5.25%، بس البارحه قرر لاول مره من 10 اشهر يوقف هاي الزيادات، والناس فرحت. كان متوقع، هذا متوقع، كان قبل بايام كل توقعات تقول حيوقف، المفروض الكل يكونون سعداء، السوق قبلها بدا يحضر وبدا يصعد. بس استاذ باول طلع لنا بالمؤتمر الصحفي وخرب كل هذا، قال منا نهايه السنه ممكن زيد فد نص نقطه اخرى اكثر. هذا لو متابعيني ما كان يكون مفاجئ لكم، ما احكي لكم بالاخير ليش. يقول سوينا استفتاء والاكثريه يقولون الزيادات بالفائده لازم ما تتوقف وتستمر وتوصل اكثر، لانه التضخم بعده قوي. زين ليش وقفت الزيادات الان؟ ليش ما تستمر؟ هو يسألوا هذا السؤال. اول سؤال كان هذا، جوابه كان ركيك، كنت احسه ما يعرف يجاوب او يلف ودور. مع العلم طبعا هو جدا ذكي، كل استغربت من هذا. هو منا يقول التضخم بعده يتصاعد وهدفنا 2% واحنا بعيدين عنه، سوق الوظائف قوي يعني اكو فلوس اكو قوه شرائيه يعني التضخم يصعد. بس من هناك يقول لا حوقف الزيادات الفائده. زين شنو الاستفتاء هذا؟ ليش تسوي استفتاء؟ مو انت الكل بالكل، انت تاخذ رايهم وانت تقرر. شو ماكو استفتاءات من قبل؟ هذا خلى السوق يتفاجئ ويخاف اكثر بان التوقف بالزياده هاي ما لها تاثير، لانه هو يوعد بانه الاحتمال الاكبر ممكن يكون تكون زيادات قادمه، شيء غير مفهوم. وعلى اساسه طبعا السوق كله نزل. بس شوفوا مثل غيره من الاخبار هاي راح تنسي، بس هو بالعكس راح ينطينا فكره واضحه للاشهر القادمه الى نهايه السنه. عاده هاي الاخبار تكون قويه بالبدايه بس ينتهي مفعولها بعد فتره قصيره، لانه مثل ما قلت خلص الناس تعرف منها نهايه السنه كاحتمال عندنا في نص نقطه اضافيه تنضاف، هذا يعني زين الاسواق، يعني اذا عرفنا شنو الفيلم منها نهايه السنه. فهذا مو انهيار، هذا تاثير يعني عادي للكلام اللي قاله جيروم باول، بالعكس نستفاد من عدم صوت تأثيره يستمر. وهو مو معناه انه هذا قرار نهائي ايضا، لانه كل اجتماع يقررون يوم 26/7 يلتقون مره اخرى لفو ام سي ويقررون مره اخرى، ويمكن اكو مفاجآت. انا شخصيا اتوقع ربع نقطه زياده بناء على كلام البارحه، بس خلينا نشوف شو يصير منا لذاك الوقت. كل مره يصير اعلان فائده ما كان بيها استفتاءات واقتراحات تعطينا شلون الأشهر القادمة تكون، فهذا خلينا نأخذ بالشكل الإيجابي الآن يعني نعرف. بصراحة هذا كان متوقع، على الأقل أنا بالحلقة السابقة اللي هنا قلت أنه ممكن ربع أو نصف نقطة تزداد هاي السنة، ما أريد أقول أنا توقع صحيح لأنه هذا توقعات موجودة بالاستفتاءات، بس أنا لقيتها وأنا تكلمت بها بهاي الحلقة، وأنتوا أيضا ممكن تدورون تلقوه، بس أنا هو هذا شغلي أدور ألقي لكم هاي المعلومات حتى لا تتعبون نفسكم، ولا ليش تجون تتفرجون قناتي؟ ولو مشترك وياي وحاط جرس الإشعار اللي قال البارحة ما يكون مفاجئ لكم، ذلك تعرفون شو تسوون، تشتركون هنا، تتركوا لي لايك، تعليق حلو،
تابعوا قناتي الثانية هنا كريبتو بابل اللي بيها أخبار كريبتو باختصار شديد, وأشوفكم لو هنا لو هناك. Okay guys, you might think that OKX sounds like a new genius football formation. It's actually not. Charlie, it's your new favorite crypto trading app. You heard the man. OKX شريك رسمي لنادي مانشستر سيتي.